أخبار اليوم. انتهينا من إجابة السؤال الأول. في كراسة الإجابة بتاعتك اكتب إجابة السؤال الثاني، أو ثانيا إجابة السؤال الثاني، وبرضك اكتب ألف. طيب هنا بقى اتغير شكل الامتحان. ألف فيه عبارة وعليها أسئلة، يعني معناها لازم تفكر في العبارة وتفكر في الأسئلة وتجاوب في ضوء هذه العبارة. مكتوب عندك إيه؟ يضرب نهر النيل بجذوره في قلب أفريقيا بينما تمسك ذراعه بالبحر المتوسط. معناه أنا هسأل على نهر النيل وعلاقته بالموقع بتاع نهر النيل. في ضوء هذه العبارة أجب عما يأتي. واحد، ما أهم الخصائص التي تميز نهر النيل بين أنهار العالم؟ على فكرة الطلبة كلها لما تيجي تذاكر كتاب أول حاجة موجودة فيه الجزء ده، فبالنسبة لي السؤال يعني سهل إن شاء الله. إيه اللي بيميز نهر النيل بين أنهار العالم؟ حاجات كتير، أنت جيب اللي يجي على بالك، ويمكن يعني إيه أكتر حاجة أربعة، أنا محتاج منك أربعة بس كفاية لأن كل واحدة عليها درجتين. أولاً بيميز نهر النيل إن هو أطول أنهار العالم. عايز تقول طوله مفيش مانع، 6670 كيلومتر عندما نبدأ بمنابعه الأولى نهر كاجيرا. تمام؟ النقطة الثانية، يسير في استقامة غير عادية من الجنوب إلى الشمال، حيث لا يبعد المنبع في حي فيكتوريا عن المصب في دمياط أو رشيد إلا خط طول واحد، يعني زي ما يكون مسارة كده، مفيش نهر في العالم ماشي بالاستقامة دي. الحاجة الثالثة بتميزه بينحدر من الجنوب للشمال، معظم أنهار العالم يا من الشرق للغرب يا من الغرب للشرق يا من الشمال للجنوب، لا احنا كده في ميزة لنهر النيل من الجنوب الى الشمال. الحاجة اللي بعد كده، يمتد داخل 35 دائرة عرضية، يعني كل انواع المناخ بيمر عليها، من دائرة الاستواء يبدأ بالاستوائي وبعد كده المداري الموسمي وشبه المداري والصحراوي وينتهي البحر المتوسط، برضك دي خاصية بتميزها عن اي نهر في العالم. كذلك يميز نهر النيل يختلف عن باقي انهار العالم من حيث تقسيم مجراه. اي نهر في العالم عامل زي الانسان، مرحله الشباب عند المنبع، بعد كده نضج في المجرى الاوسط، بعدين شيخوخه عند المصب. نهر النيل بقى لا، ده بيتنوع مظاهر الشباب والنضج والشيخوخه في اجزاء المجرى بتاعته، لان هو عده انهار وليس نهر واحد. اقول لك مثلا يعني حاجه معلومه سريعه، احنا عندنا الجندل الاول عند اسوان، المفروض الجندل ده يكون في المنابع، واحنا اسوان اقتربنا من المصب، ده دليل ان عند اسوان ده كان بدايه نهر جديد اللي هو وجود الجنادي. اذا طبعا خدتها بقى من هذه البحيرات لحد ما وصلت مثلا للخرطوم هتلاقي نفس الفكره، في تنوع في خصائص المجرى، دليل ان هو عده انهار وليس نهر. يبقى انت قلت اطول الانهار، يسير في استقامه غير عاديه، ينحدر من الجنوب للشمال، داخل 35 درجه عرضيه، وايضا ان هو يختلف عن باقي الانهار من حيث تقسيم مجراه، دي اهم خصائص نهر النيل بين انهار العالم. اي بالادله صحه هذه العباره، استثمرت مصر موقعها الجغرافي بقدم الزمن. يعني انت هتفكر كده من الناحيه التاريخيه، هل مصر فعلا استفادت من هذا الموقع واستثمرته ولا لا؟ فدي حاجه يعني دخلنا تاريخ مع الجغرافيا، وان ايد الادله ده مستويات عليا يعني فكر فيها على مهل. فطبعا العباره طبعا صحيحه اكيد، حيث قامت مصر في زمن الحضاره الفرعونيه بشق قناه تربط بين النيل وخليج السويس عرفت بسيزوستوريس، ثم تحول اسمها الى نخاو. ردمت هذه القناة وجاءت العصور الإسلامية أو العصور الوسطى، قام عمرو بن العاص بإعادة حفرها وعرفت بقناة أمير المؤمنين، فكان بتصل التجارة اللي بين الشرق والغرب عن طريق البحر المتوسط، نهر النيل، البحر الأحمر، ده من أيام الفراعنة والعرب. في العصر الحديث أفضل استثمار للموقع شق قناة السويس بين البحر المتوسط والأحمر مباشرة، واللي عمل على انه قصر المسافه بين الشرق والغرب قريب من 50% من المد اللي كانت بتقطعها حوالين راس الرجاء الصالح. وحاليا ممكن نقول اشاره ان احنا قمنا او يعني سيتم افتتاح قناه السويس الجديده، وليست تعمى على زياده استثمار مصر لموقعها الجغرافي. مش بس القنوات، لا، احنا عملنا طريق مرصوف ما بين القاهره والسويس بيكمل التجاره.
وطريق مرصوف ما بين سفاجة وقنا بيكمل التجارة، وعملنا مطارات دولية. كل ده يؤيد العبارة ان احنا استثمرنا موقعنا الجغرافي من قدم الزمن وحتى الآن. وفعلا من أهم مميزات مصر موقعها الجغرافي المتوسط للعالم، والذي كان يتحكم في التجارة بين الشرق والغرب، وحاليا طبعا له فضل كبير على التجارة بين الشرق والغرب. السؤال رقم 3 ليه علاقة بنهر النيل، بس ناحية سياسية شوية. حدد موقف مصر والقانون الدولي من اتفاقية عنديبي. عنديبي دي في أوغندا على فكرة. اللي حصل ايه؟ احنا مصر جزء من منظمة حوض النيل اسمها الاندوكو. وفي اتفاقيات قديمة بيننا وبين دول هذه المنظمة، احنا 11 دولة حاليا. ولكن لظروف سياسية وظروف يعني تدخلات خارجية، حدث ان هناك انفصال 4 دول من قلب افريقيا عند المنابع، واجتمعوا في عنتيبي 2010 واتفقوا على اتفاقيات جديدة يمكن ان تهدر حق مصر في نصيبها من المياه، حق التاريخي من قديم الزمن. موقف مصر طبعا اعترضت على هذه الاتفاقية، حيث انها تهدد نصيبها من مياه نهر النيل، ومصر تعتمد شبه اعتماد كامل على ماء نهر النيل، يعني حياة مصر والمصريين متوقفة على هذا النهر. فتعمل مصر على تجميع قوى العالم، إذا كان مثلا الأمم المتحدة، إذا كان جامعة الدول العربية، إذا كان مجلس وحدة أفريقية، والعمل على إقناع الدول التي وقعت على عنتيبي، اللي كان منها طبعا أثيوبيا وكان في تنزانيا وأوغندا، وعدم خصم أي جزء من نصيب مصر من المياه، خاصة أن مصر حقها تاريخي في هذه المياه. أيضا القانون الدولي، لأن مصر طبعا رفعت قضية أمام الأمم المتحدة، بيساند مصر في هذا الموضوع ويقول أن معاهدات المياه بتنتقل من السلف للخلف، يعني لا يمكن أن نرفض حق مصر في هذه المياه. وسبق القانون الدولي أن حكم بأحكام بين دول تنازعت حل الأنهار قبل موضوع مصر، فالقانون الدولي يؤيد مصر بحقها في المياه، ومصر طالب بهذا الحق ولا يمكن تهاون فيه، فهو مسألة يعني مصيرية بالنسبة لمصر. ده السؤال ألف 3 نقط، وكل نقطة عليها درجتين. لو خلصت الإجابة بتاعتك يبقى أنت كده اطمنت على جزء كبير من السؤال الثاني. ندخل على بيئة مقارنة. المقارنة دي يفضل إجابتها تبقى بشكل جدول، يعني نكتب إيه؟ يعني السؤال الثاني نمرة ب، وبعدين تكتب واحد بيقول قارن بين النيل الأبيض والنيل النوبي من حيث الامتداد وخصائص المجرى. هعمل جدول في وجه المقارنة، جزء فيه الامتداد وجزء فيه خصائص المجرى، وأكمل جدول النيل الأبيض والنيل النوبي. نبدأ الإجابة. النيل الأبيض الامتداد بيمتد النيل الأبيض من نقطة التقاء الصوبات مع بحر الجبل حتى الخرطوم، أو ممكن تقول من ملكال حتى الخرطوم. طيب النيل النوبي، نكمل الامتداد. النيل النوبي يطلق على المسافة من الخرطوم حتى أسوان، ده النيل النوبي. طيب خصائص المجرى، هو غالبا المقارنة بيبقى فيها النقيض، يعني مش ممكن يكون الاثنين متشابهين وقارن بينهم، غالبا بيبقى فيه النقيض. النيل الابيض مجرى ضعيف الانحدار جدا، ويكاد يكون ابطا اجزاء نهر النيل. كاتب لك رقم في الكتاب مش لازم تسترشد بيه، بس يا ريت تقوله. بينحدر متر واحد كل 80 كيلو، يعني تخيل كانك انت مثلا رايح لحد تقريبا بنها، وكل مسافة دي انحدار الأرض ما زادش عن 100 سنتي، يعني كأنك ماشي على أرض مستوية تماما. ضعف الانحدار الشديد ده أدى إلى أصبح نيل الأبيض شكل بحيرة واسعة، وفي نفس الوقت كثرة الإرساب لأنه بطيء جدا فكثرة الجزر، بس الجزر دي صغيرة في الحجم وقليلة في الجنوب، ويزداد حجمها وعددها كلما اتجهنا إلى الشمال، كما تكسر بجوار هذا النهر اللي هو النيل الابيض بعض الاخوار المائيه
عندما يفيض الماء يترك المياه في شكل أخوار على الشاطئ. أما نيل النوبة يبقى عكس بقى، ده يبقى أكثر جهاد نهر النيل انحدارا. من متر كل 1800 متر. يعني قبل ما يكمل 2 كيلو بيكون انحدر متر. شديد الانحدار سريع الجريان تكسر به الجنادل أو الجزر الصخرية التي لا يمكن نحتها. بالمناسبة النيل الأبيض بيتبخر جزء كبير من مياهه نتيجة البطء الشديد وارتفاع الحرارة. أما النيل النوبي رغم أنه أشد حرارة المنطقة بتاعته، لكن سرعة الجريان وضيق المجرى بيخلي الفاقد من الماء قليل. يبقى أنا شرحت الامتداد وخصائص المجرى النيل الأبيض والنيل النوبي، وقلنا يتحط الجدول عشان أنظم الإجابة بتاعتي. نمرة 2 في نمرة ب، قارن بين الوادي والدلتا من حيث المساحة وتركيب التربة. أولاً من حيث المساحة، الوادي يمثل ثلث مساحة الوادي والدلتا، هو حوالي 13,000 كيلو متر مربع. أما الدلتا الثلثين 22,000 كيلو متر مربع. من حيث تركيب التربة، تربة الوادي رملية أو تكثر فيها نسبة الرمال، ولذلك فهي مسامية، يعني الصرف فيها جيد نظرا لنسبة الرمال أعلى والصلصال أو الطين أقل. ليه؟ في الوادي بيكون النهر لسه قوي شوية يقدر يحمل أي رواسب ناعمة ويترك الخشنة أو كبيرة الحجم اللي هي الرمال في الوادي. نطلع بقى في الدلتا، بيكون النهر بقى قرب للموت بتاعه، قرب للمصب بتاعه. فهنا بيكون تربة الدلتا عبارة عن تربة طينية ضيقة المسام، وعندما نقترب من بحر متوسط بتصبح صلصالية لزجة سيئة الصرف. ففرق كبير بين تركيب التربة في الوادي رملية مسامية وفي الدلتا طينية صلصالية لزجة سيئة الصرف. طيب خدنا حاجة في حوض النيل، خدنا حاجة في التضاريس، ندخل على حاجة في نشاط اقتصادي الصناعة. قارن بين نوعين من الصناعة الموجودين في مصر وفي الكتاب عندك، تكرير البترول والأسمنت. الأسمنت طبعا مع صناعة مواد البناء، بس احنا خدناه كنوع من أنواع صناعة مواد البناء. تكرير البترول، مصر من الدول الهامة في إنتاج البترول في الوطن العربي، ونظرا لعدد سكاننا الكبير بنستخدم ثلثين إنتاجنا داخل مصر، يعني بنكرره ونحصل على مشتقاته. احنا في مصر هنا معامل تكرير بترول منتشرة، بس اشهر المعامل في السويس في معملين، في مسترد اللي هي تبع القاهرة، في الماكس اللي هي الاسكندرية، وفي في اسيوط عشان اوفر للصعيد، وفي في طنطا. في هنا طبعا من خصائص صناعة تكرير البترول في مصر عندنا فائض في البنزين والمازوت، يعني هو التكرير لما بيطلع ليه مشتقات اكثر. اما المقطرات الوسطى دي عندنا عجز فيها شويه. يبقى بتكلم على اماكن الصناعه تكرير البترول وخاصيه من خصائصها اذا كان بنستخدم قد ايه من البترول بتاعها. اما الاسمنت دي نشات من اول القرن 19 والقرن العشرين لتوافر الحجر الجيري والطفلي اللازم لهذه الصناعه. صناعه الاسمنت مرتبطه اساسا بسوق الاستخدام. هنلاقي ان الصناعه دي موجوده في طرى وفي حلوان، وموجوده في طبعا الاسكندريه، وايضا عملنا مصنع في اسيوط عشان توفير الاسمنت للصعيد. مشكله بقى الاسمنت في مصر رغم زياده الانتاج الا انه لا يكفي. وطبعا في مشكله ثانيه اللي بتترتب على صناعه الاسمنت تلوث في الهواء، فبنحاول نخرج بالاسمنت من منطقه العمران. هو كان حلوان والتبين زمان ووادي حف بره القاهره شويه كان سكان قليلين، لكن طبعا حاليا اصبحت مناطق سكان، فيفضل نقل الصناعه دي لو قدرنا بره مناطق السكان. ده 6 درجات وده 6 درجات، يبقى 12 درجه. يبقى كده جاوبنا على معظم السؤال التالي. فاضل لنا المراجيم. جيم ممكن يقول لك ما المقصود بكل من، يعني يجيب لك المفهوم وانت تقوله، ممكن عكس يجيب لك انا العباره وتقول المفهوم. فعلى فكره يعني انا بقدر الامكان عملنا نموذج للسنه اللي فاتت فما غيرناش كتير يعني. ما المقصود ده عليه درجه، كل واحده ليها درجه.
ما المقصود بكل من؟ التخزين الموسمي. على فكره ده ممكن يسميه السنوي. ده زي سد اسوان عندنا في مصر، زي سد السنار اللي كنا عليه من شويه فوق، زي سد الرصيرس. يقصد بتخزين الموسمي حجز جزء من ماء الفيضان والاستفاده منه بعد انتهاء الفيضان. يعني انا سد اسوان لما كان موجود كان بيحجز جزء من ماء نهر النيل في فصل الصيف وازرع به في فصل الشتاء، عشان كده كان معظم زراعه بتاعتنا موسم شتاء. ده اسمه التخزين الموسمي او السنوي، حجز جزء من ايراد النهر وقت زياده الايراد اللي هو الفيضان واستخدامه بعد انخفاض الايراد اللي هو بعد انتهاء الفيضان. المساحه المحصوليه يقصد بها اجمالي انتاج الارض من المحاصيل، مش انتاج اجمالي المساحه، لا انتاجها من المحاصيل. بمعنى ايه؟ انا بمتلك فدان زرعته قمح في الشتاء يبقى فدان قمح، زرعته ذره في الصيف يبقى فدان رز، يبقى انا كان عندي المساحه المحصوليه بتاعتي فدانين، رغم ان هو في الواقع فدان واحد كمساحه ارضيه، انما المساحه المحصوليه اجمالي انتاج الارض من المحاصيل. في اراضي بزرعها ثلاث مرات، ممكن بعد القمح ازرع برسيم وبعد برسيم ازرع مثلا ذره او قرد، يبقى كان الفدان ده اصبح ثلاثه، وطبعا المساحه المحصوليه اكبر من المساحه الزراعيه. الميزان التجاري ده اخر حاجه في الكتاب عندك، يقصد به الفرق بين قيمه الصادرات والواردات. كده خدت الدرجه بتاعتك، لو حبيت تزود بقى ويكون في حاله عجز اذا زادت الواردات عن الصادرات مفيش مشكله، او فائض اذا زادت الصادرات عن الواردات، يعني دي اضافه من عندك، انما التعريف انا عليه درجه واحده بس، يبقى هنا 3 و6 و6 15 درجه اللي هو السؤال الثاني.